سيارة كيا سيد جي تي هي قوية ومنافسة لشركة فولكس فاجن وأوبل وغيرها. هل يمكن أن تكون منافسة حقاً؟ هذا ما أرغب في معرفته اليوم. يتميز المظهر الخارجي للسيارة الرياضية المدمجة بالديناميكية والصلابة، الخطوط المستقيمة الممتدة نحو الخلف والمصابيح الأمامية المفعمة بالحيوية تمنحها تميزاً أكبر، وتضيف عناصر الكروم لمسة من الأناقة، ويعود الفضل في تصميمها الخارجي المتميز إلى بيتر شايا المصمم السابق لدى فولكس فاجن. تماماً كالمقدمة، قام شايا بتصميم مؤخرة السيارة بشكل جيد. تبرز المصابيح الخلفية بوضوح أيضاً، ويتيح عادم السيارة تقدير قوة محرك السيارة في المقدمة. محركها GDI توربو بنزين بسعة 1.6 لتر. حان الوقت لاختبارها على الطرقات. على حلبة سباق الدراجات النارية سابقاً يمكنها إظهار إمكانياتها، قدرتها البالغة 204 أحصنة تتضح على المنعطفات الشديدة. إنها سيارة ممتعة حقاً، أنا سعيدة بقيادتها، فهي تتمتع بقوة داخلية، وينبغي ملاحظة أنه عند الإسراع بعد تجاوز المنعطفات نشعر باهتزاز السيارة، ما يمنح الإحساس بأن سرعة التغيير بطيئة في هذه السيارة. سهولة تشغيلها وتصميمها المألوف يجعل قيادتها ممتعة. الروح الرياضية حاضرة في التصميم الداخلي. أزرار عديدة والأجزاء المطلية والتطريزات الحمراء والعبارات المكتوبة تمنح السيارة أناقة رياضية. المقاعد الجلدية تذكر بالتصميم الداخلي لسيارة سباق. السيارة مزودة بكاميرا للرؤية الخلفية. يبلغ حجم صندوق الأمتعة 380 لتراً، وتمنح الأرضية القابلة للإزالة مكاناً إضافياً للتخزين. أجد الزخارف المطلية في كيا رائعة حقاً، إذ تمنحها أناقة خاصة، إلا أن كثرة الأزرار والمفاتيح الكهربائية والمصابيح الجانبية تجعل التصاميم المطلية سيئة في الليل، إذ ينعكس الضوء على الطلاء ويصبح الأمر مزعجاً. يبقى المظهر الخارجي مسألة ذوق، وينبغي على كيا سي دي جي تي مواجهة منافساتها. تحقق السيارة تسارعاً من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 7.7 ثواني، وبمعدل استهلاك قيمته 7.4 لترات بحسب معطيات الشركة المصنعة. وفي اختبارنا ارتفع معدل استهلاكها إلى 10 لترات لكل 100 كيلومتر، وهو لا يختلف كثيراً عن منافستها. حان وقت الخلاصة. أرى أن كيا سي دي جي تي تمثل نموذجاً بديلاً للسيارات الرياضية المدمجة المتوفرة في الأسواق حالياً، ورغم ذلك فمن الممكن إجراء بعض التعديلات لتحسين الجزء الداخلي كالمواد المستخدمة ودقة التصنيع. بشكل عام هي سيارة مرضية ومغرية السعر. في ألمانيا يبلغ سعر أفضل نموذج من طراز جي تي حوالي 27,000 يورو.